هذا الشوط لنتعرف على العشر الأوائل من خلال هذه المنافسة، من خلال هذا الانطلاق والمسار للأبكار الثنايا المحليات الأصايل. مقدمة الشوطة مباشرة اللي في المركز الأول غارة، تعود الملكية لمطار بن سهيل اليبهوني الظاهري. انتقل مباشرة إلى المركز الثاني، من تتقدم في المركز الثاني نسايم عبد الله بن جعفر بن مرخان الاجتبي، من يقدم لنا نسايم مع المركز الثاني. ثالث المراكز زعفرانة، تعود الملكية لمكتوم بن شيبة بن علي السبوسي، من يقدم لنا هذا الاسم. المركز الرابع، رابع المراكز، من تصل في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام تتقدم مباشرة مع المركز الرابع، في رابع المراكز زعفرانة هادب بن حارب بن مغيرة الخيلي، من يقدم زعفرانة مع المركز الرابع وغيرت مع المركز الثالث. اللي في المركز الخامس، خامس المراكز، من تاتي ثمينة سعيد بن سليم بن سالم بالأسود العامري، من يقدم ثمينة. انتقل مباشرة إلى المركز السادس وإلى صدارة عبد الله بن يافور المنصوري، من يقدم صدارة، من تحتل المركز السادس. المركز السابع، سابع المراكز، مهمة محمد بن صالح بن جابر العامري، من يقدم لنا مهمة مع المركز السابع. المركز الثامن، نتأخر ونشوف اللي في المركز الثامن لناتي بالعشر الأوائل المنطلقة في هذا الميدان في عاصمة الميادين، تصل وتتقدم مباشرة مع المركز الثامن. أرى اللي هي نشبة، تعود الملكية لمسلم بن حمد بن قريع العامري، من يقدم لنا هذا الاسم. لنشبة مع المركز الثامن. تاسع المراكز، اللي في المركز التاسع، مديونة، تعود الملكية لعلي بن سالمين بن جوهر الظاهري. عاشر المراكز وختام ندائنا الأول، الظفر لمحمد بن راشد بن تريس الظاهري. هكذا النتيجة، هكذا النداء الأول للعشر الأوائل المنطلقة من تزين أرضية عاصمة الميادين ميدان الوثبة. نعود حيث المقدمة، نعود إلى المجموعة، إلى النخبة من الأبكار على الصدارة، يا سلام، في موقع واحد، ولكن القيادة والصدارة الأولى. من تاتي هناك أرى اللي هي تتقدم مباشرة زعفرانة، تعود الملكية لمكتوم بن شيبة بن علي السبوسي، من يقدم لنا هذا الاسم بقيادة راشد بن سالم الهاشمي، من يتابعها ويرافق هذا الشعار مع المقدمة والصدارة. المركز الثاني، ثاني المراكز، تقدمت مشاهدينا الكرام شعارك بن مرخان، من يتقدم مباشرة مع المركز الثاني بهذا الانطلاق بهذا المسار. من تأتي مع المركز الثاني وتنطلق زعفرانة، تعود الملكية مشاهدينا الكرام لهادف بن حارب بن مغيرة الخيلي، من يقدم هذا الاسم. المركز الثالث، ثالث المراكز، ثمينة سعيد بن سليم بن سالم بالأسود العامري. المركز الرابع، المركز الرابع غارة مطار بن سهيل اليبهوني الظاهري، يا سلام، من يقدم هذا الاسم. خامس المراكز، صدارة عبد الله بن يافور المنصوري مع المركز الخامس. وفي سادس المراكز، وصول وقدوم من مهمة محمد بن صالح بن جابر العامري، من يقدم مهمة، من تحتل المركز السادس. اللي في المركز السابع، سابع المراكز، نسايم عبد الله بن جعفر بن مرخان، من يقدم هذا الاسم مع المركز السابع. ثامن المراكز، اللي في المركز الثامن، تأتي مشاهدينا الكرام مديونة، تعود الملكية لعلي بن سالمين بن جوهر الظاهري، من يقدم هذا الاسم. هناك نشبة، مسلم بن حمد بن قريع العامري، وتتقدم مزيونة، تعود الملكية لعلي بن سالمين بن جوهر الظاهري. عاشر المراكز وختام ندائنا الثاني، هنا الظفرة محمد بن راشد بن تريس الظاهري. هكذا النتيجة، هكذا النداء الثاني. نعود حيث البداية، نعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى الصدارة الأولى في مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول، من تسيطر مع البداية
بهذا الانطلاق الأول. ثمينة ثمينة بالأسود، من ياتي مع المقدمة؟ سعيد بن سليم بن سالم بالأسود العامري في مقدمة الشوط مع المركز الأول مسيطر، منطلق مع البداية. ثاني المراكز اللي في المركز الثاني زعفرانة مكتوم بالشيبة بن علي السبوسي، من يقدم هذا الاسم مع المركز الثاني. المركز الثالث، ثالث المراكز صدارة، صدارة تعود الملكية لعبد الله بن يافور المنصوري مع المركز الثالث. المركز الرابع، رابع المراكز زعفرانة، هادب بن حارب بن مغيل الخيلي مع المركز الخامس. تنطلق غارة مطر بن سهيل اليبهوني، من يقدم لنا هذا الاسم مع المركز الخامس. المركز السادس، وصلت الأسماء، وصل الشعارات، وصل الكل، يا سلام، من أجل الفوز غير، طعمه ناموسه غير في هذا المهرجان. هناك اللي هي مزيون علي بن سالمين بن جوهر الظاهري، جسر العبور، جسر العبور تكضح الأمور لناموس هذا الشوط. هناك أيضا من تتقدم، أرى اللي هي مهمة محمد بن صالح بن جابر العامري، وهناك نشبة مسلم بن حمد بن قلع العامري، من يقدمها في هذا الانطلاق والمسار؟ يا سلام، بو سالم يتابع الانطلاق ويرافق الشعار. المركز الثامن، تاسع المراكز، تاسع المراكز، تاتينا زهرة، أول إذاعة لزهرة، تعود الملكية سلطان بن علي بن تريم الاكتبي. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة، وهكذا النداء، نعود حيث البداية، نعود حيث التقدم، حيث الانطلاق والمسار، إلى البداية الأولى. مقدمة الشوط ما زالت المنطلقة ثمينة ثمينة ثمينة، هي في مقدمة الشوط، والشوط ثمين للناموس يا بالأسود. يا سلام، سعيد بن سليم بن سالم بالأسود العامري في مقدمة الشوط مع المركز الأول مسيطرة بهذا التقدم الممتاز. وهناك أيضا زعفرانة مكتوم بن الشيبة بن علي السبوسي، من يقدم هذا الاسم ويقدم هذا الانطلاق؟ تتقدم وتأتي مع المركز الثالث. هناك اللي هي صدارة، عبد الله بن يافور المنصوري. المركز الرابع، المركز الرابع غارة مطر بن سهيل اليبهوني، من يقدم غارة؟ المركز الخامس، خامس المراكز زعفرانة، هادف بن حارب بن مغير الخيلي، من يقدم هذا الاسم؟ وتأتي اللي هي مهمة محمد بن صالح بن جابر العامري، وتقدمت مشاهدين الكرام مزيون علي بن سالمين الظاهري. السلام، نشبة مسلم بن حمد بن قريع العامري. هكذا النتيجة، هكذا التجمع، تجمعنا الذلايل، هجن الدار، المحليات الأصايل في هذا الصباح. يا سلام، لمن الفوز والناموس، لمن الانتصار والإبداع في هذا الصباح. الكل يبي الناموس، الكل يبي الفوز والانتصار، طعمه غير في عاصمة الميادين في ميدان الوثبة. تقدم ممتاز، ووصول أيضا من الوثبة، أول إذاعة للوثبة لمحمد بن سالم بن محمد بن غماض الراشدي، من يقدم الوثبة؟ هكذا النتيجة. وهناك أيضا من تصل في هذه اللحظات زهرة، سلطان بن علي بن تريم الاكتبي، القدوم من معراض، وصل بن بدر، محمد بن عبد الله بن بدر بن سعيد العامري، وأول إذاعة لمعراض. هكذا الأسامي، هكذا الشعارات، ها هو المنعطف الأخير، المنعطف الأخير والمقدمة والريادة والقيادة. هناك مع الصدارة اللي هي صدارة، صدارة مشاهدينا الكرام، وثمينة ثمين، وصدارة وصدارة تبغي الصدارة، صدارة صدارة غيرت مع الصدارة الاسم عم سمى، صدارة تعود الملكية مشاهدينا الكرام، من يقدمها في هذا الشوط؟ يا سلام. وكما نذكر بأن الحاصل على المركز الثالث في شوط الأبكار المهجنات، هناك بحور لسالم بن مسلم بن حمرور العامري، تهانينا والناموس له الفوز مع المركز الثالث في شوط الأبكار المهجنات، بحور سالم بن مسلم بن حمرور العامري. نعود إلى شوطنا، نعود إلى المنافسة، إلى صدارة، صدارة صدارة مع المقدمة ثمينة، صدارة ثمينة. وهناك زعفرانة تتقدم في هذه اللحظات، وتصل مشاهدينا الكرام زعفرانة. الشوط ولع ولع الشوط.
الشوط ولع، رقص الكبار يحلو، رقص الكبار يحلو، رقص الثنايا. هنا مشاهدينا الكرام متعه وتحدي واثاره، هنا اللي هي ثمينه ثمينه ثمينه، والشوط ثمين ثمين، وصداره وزعفرانه ثمين، صداره صداره ثمينه زعفرانه. يا سلام معراض ثمينه صداره زعفرانه، معراض معراض ثمينه زعفرانه، صداره صداره مع الصداره، معراض معراض وزعفرانه. وهنا ايضا اللي هي صداره ما تسلم ما تسلم، بن بدر يقدم معراض معراض وصداره، صداره ومعراض معراض صداره، زعفرانه زعفرانه صداره معراض، زعفرانه 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 زعفرانه، مدمنه عريح تشامي بالفعل، تبي الزعفران تبي الزعفران، يا سلام يبي الزعفران، يبي الناموس بن حارب بن مغير الخيلي، صداره صداره وزعفرانه زعفرانه زعفرانه زعفرانه، ولك الزعفران وسلامي على زعفرانه وسلامي عليك يا ابو حارب، هادف بن حارب بن مغير الخيلي. بالفعل اشكرك على هذا الابداع. المركز الثاني من اتت صداره عبد الله بن يافور المنصوري، المركز الثالث معراض مع المركز الثالث محمد بن عبد الله بن بدر العامري، المركز الرابع ثمينة سعيد بن سليم بن سالم بن الأسود العامري، المركز الخامس خامس المراكز مشاهدينا الكرام الضبية محمد بن مسلم بن حمرور العامري. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس، وها هو ملخص هذا الشوط، لحظة الوصول إلى خط النهاية، زعفران مهدي الناموس والانتصار والفوز والإبداع في هذا الصباح، أن تهديه مالكها هادب بن حارب بن مغير الخيلي، لحظة الوصول إلى خط النهاية، قاطعة المسافة في زمن وقدر مشاهدينا الكرام. 12 دقيقة 40 ثانية، 6 من الأجزاء، تهانينا لمالك زعفرانة هادف بن حارب بن مغير الخيلي على هذا الفوز والإبداع والانتصار. صدارة عبد الله بن يافور المنصوري قدمت عرض، تشكر عليه ويشكر بن دري المنصوري، قطعت المسافة في زمن وقدره. 12 دقيقة 40 ثانية، 8 من الأجزاء، تهانينا والناموس المركز الثالث من وصلت معراض، معراض لمحمد بن عبد الله بن بدر بن سعيد العامري، وقطعت المسافه في زمن وقدره. 12 دقيقة التوقيت الزمني، 12 دقيقة 41 ثانية، 4 من الأجزاء، هكذا كانت النتيجة، تهانينا والناموس لجميع الفائزين، ولكن الفوز والناموس لمالك الزعفرانة هادف بن حارب بن مغير الخيلي، تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير.